بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين بك الواقفين على بابك حتى ترضى. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. النوع الأربعون معرفة التابعين رضي الله عنهم رضي الله تعالى عنهم. هو وما قبله، أي هذا النوع وما قبله اللي هو معرفة الصحابة، أصلان عظيمان بهما يعرف المرسل والمتصل. لأن احنا لو معرفناش هذا الرجل تابعي ولا صحابي ولا من أتباع التابعين أو طبقته إيه، يبقى مش هنستطيع إن احنا نميز بين المرسل والمتصل أو بين المنقطع والمتصل. واحدهم تابعي وتابع، يعني مفرد التابعين ايه تابعي وتابع، واختلف في حده. قيل اي قال الخطيب هو من صحب صحابيا ولا يكتفى فيه بمجرد اللقي، يعني لازم او يشترط في التابعي ان هو ايه يصحب الصحابي مدة طويلة ويلازمه ويأخذ عنه من الروايات، بحيث ايه يستطيع ان نطلق على هذا الرجل انه تابعي بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. فالشارح يدلل على أنه لا بد في التابعي أن يصحب الصحابي مدة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد فقط يراه مجرد الرؤية وأنه يجتمع به مجرد أنه يراه فقط، طبعا بالشروط اللي احنا قلناها قبل كده، يصير بهذا صحابيا. قال لك عشان الصحابي يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم بمجرد بس ان هو يرى الرجل فيحدث له اي لهذا الرجل من الفتوحات ومن النور ومن النفحات الإلهية ما لا يحدث من رؤية غيره. هذا أمر يعني مش محتاج إلى دليل، بخلاف الصحابي أو أي واحد بقى من إيه من الإيه من هذه الأمة. وإن كان طبعا الصحابي هو يعني فيه شيء من نور النبوة لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس الأصل كالفرع، ليس الأصل كالفرع. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تختلف عن رؤية الصحابي لرجل، لذلك اشترطوا في الصحابي ان هو ايه يجرب بس ان هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التابعي لابد ان يصحب الصحابي مدة اطول. وقيل اي في تعريف التابعي هو من لقيه او سمعه وان لم يصحبه، يعني مجرد بس ان هو يلتقي به او ان هو يسمعه فهذا ايضا يعد ايه من التابعين وان لم يصحبه كما قيل في الصحابي. وعليه أي على هذا المذهب الأخير الحاكم الإمام أبو عبد الله الحاكم، قال ابن الصلاح وهو أقرب، قال المصنف وهو الأظهر، الإمام النووي يعني هذا أقرب للصواب اللي هو التعريف التاني، إنه هو مجرد بس إنه هو إيه برضو يرى الصحابي أو يسمع أو يلتقي به يعد تابعي. قال العراقي وعليه، عليه الهاء هنا عايدة على إيه؟ القول الثاني عمل الأكثرين من أهل الحديث، فقد ذكر مسلم وابن حبان وأيضا الإمام عبد الغني المقدسي عبد الغني بن سعيد، هؤلاء ذكروا الأعمش في طبقة التابعين. وقال ابن حبان أخرجاه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا، رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه. يبقى هؤلاء اكتفوا بمجرد اللقاء والرؤية للأعمش، مجرد بس انه التقى بسيدنا أنس بن مالك، مجرد ان هو التقى به وشافه ورآه حكمنا له ايه بأنه من التابعين وإن لم يصح سماعه من أنس. وقال الترمذي لم يسمع من أحد من الصحابة اللي هو مين؟ الأعمش، ومع ذلك فهو معدود في التابعين. ليه؟ لأنه التقى بهم فقط. وعده أيضا فيهم الحافظ عبد الغني اللي هو عبد الغني بن سعيد اللي احنا ذكرناه من شوي، وعد فيهم يحيى ابن أبي كثير لكونه لقي أنسا. ويحيى بن أبي كثير لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنس بن مالك رضي الله عنه، رآه رؤيا مجرد رؤيا فقط، ومع ذلك عدوه من التابعين. وموسى بن أبي عائشة لكونه لقي عمرو بن حريث. واشترط ابن حبان أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه،
فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته. ده مذهب خاص بابن حبان، قال لك لابد ان هو اذا كان صغيرا والتقى بالصحابي يكون في سن يسمح له بان يحفظ عنه وان ياخذ عنه. فان كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبره برؤيته، كخلف ابن خليفه. وخلف ابن خليفه ده وابن حبان بيستشهد بخلف ابن خليفة على أنه إيه؟ ليس من التابعين. ليه؟ لأن خلف ابن خليفة نفسه بيحكي عن نفسه، يقول كنت صغيرا في حجر أبي فمر رجل على حماري فقالوا هذا عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو بيحكي عن نفسه أنه كان صغير لسه قاعد في حجر أبوه، ويعني ولا يستطيع أن يحفظ أو يأخذ عن أحد شيئا، وهو حتى مجرد أنه شاف عمرو بن حريث ولم يأخذ عنه شيئا. فابن حبان بيقول أمثال هؤلاء لا يعد من التابعين، وقلنا هذا مذهب خاص بابن حبان. كخلف ابن خليفة عده من أتباع التابعين. لكن هو على مذهب إيه؟ جمهور يعتبر من التابعين، حتى قيل إن هو آخر من مات من التابعين هو خلف ابن خليفة. وإن رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيرا. قال العراقي وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي، يعني كما اشترط ابن حبان في الصحابي. لو انتم تفتكروا قال ان برضه لابد من طول الصحبة، ما ينفعش ايه مجرد اللقاء، وهو مميز كما اشترط في الصحابي رؤيته وهو مميز، أي رؤيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني الحديث، فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية. تمام. طب هو هنا ابن حبان لم يدخل خلف ابن خليفة في التابعين. طب ما هو الأعمش كان صغيرا أيضا عندما يعني سمع أنس أو رأى أنس، طب ليه بقى جعلوا الأعمش من التابعين ولم يجعلوا خلف ابن خليفة إيه على مذهب ابن حبان من التابعين؟ قال لك لأن الأعمش لما رأى أنس مرة رآه بمدينة واسط، وسمع أنس بن مالك وهو يخطب فحفظ عنه خطبته. سمع سيدنا أنس بن مالك وهو يخطب فحفظ الخطبة. هو صغير لكنه مميز، وكان مرة بيصلي بجانب الكعبة وكان سيدنا أنس بن مالك ما واقف بيصلي، وبعدين قعد يدعي
فالأعمش حافظ أيضا عن أنس قوله في الدعاء، يعني إيه، كان يعني كل ما يسمعه من أنس حفظه وهو صغير، يبقى ده بقى صبي مميز وسمع وحفظ، بخلاف خلف ابن خليفة، هو مجرد بس أنه كان طفل ورأى عمرو بن حريث ولم يسمع منه شيئا ولم يدري من أمره شيئا. فلهذا عدوا الأعمش من التابعين ولم يعدوا خلف ابن خليفة على مذهب ابن حبان. طيب، تنبيه، وعشان كده قالوا إن الصحابي في اللغة وفي الاصطلاح لغة واصطلاحا متفقين في الايه، من حيث اللغة والاصطلاح، بخلاف التابعي. التابعي يعني ايه، يختلف قليلا اللغة عن الاصطلاح. الصحابي زي ما احنا عرفناه في الاصطلاح، انه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأسلم وإيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات مسلما. والصحابي تعريفه في اللغة هو جاي من إيه؟ من الصحبة. فاللغة قريبة من الاصطلاح، لكن التابعي لا، اللغة فيها اختلاف يسير عن الاصطلاح. تنبيه، قال ابن الصلاح: مطلق التابعي مخصوص بالتابع بإحسان. قال العراقي: إن أراد بالإحسان الإسلام فواضح، إلا أن الإحسان أمر زائد عليه، فإن أراد به الكمال في الإسلام والعدالة فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيره. ثم اختلف في طبقات التابعين فجعلهم مسلم 3 طبقات، وابن سعد 4 طبقات، قال الحاكم هم 15 طبقة. طيب، الطبقات دي بقى ايه، يعني صنفوها بناء على ايه؟ بناء على اشياء كثيرة، منها من ادرك المهاجرين، يعني في من التابعين من أدرك المهاجرين، وفي منهم من لم يدرك كثير من المهاجرين، يعني منهم من أدرك 10 المبشرين بالجنة مثل قيس بن أبي حازم. يبقى إيه ده اعتبار من اعتبارات التصنيف في الطبقات، هو يكون أدرك المهاجرين، أدرك 10 المبشرين بالجنة وأخذ عنهم وروى عنهم. من ضمن أيضا التصنيف ده أن يكون مثلا يتميز بفضيلة، يتميز بشيء عن أقرانه من التابعين، مثل مثلا سعيد بن المسيب فضل عن سائر التابعين بالعلم، فضل عن سائر التابعين بالعلم، يبقى ايه في ميزة عند سعيد بن المسيب ليست عند غيره.
من ضمن أيضا اعتبارات التصنيف إنه يكون أدرك زمن النبوة، يكون أدرك زمن النبوة. من ضمن اعتبارات التصنيف أيضا إنه يكون متصدر للفتوى مثل الإيه العبادلة وسعيد بن المسيب أيضا. فكل هذه اعتبارات كان يأخذها إيه من صنف التابعين إلى طبقات، فزي ما قلنا مثلا مسلم قال إن هم 3 طبقات، وابن سعد قال 4، والحاكم قال 15 طبقة. وكذلك في منهم من كان الصحابة يروي عنه، يعني في بعض التابعين كان بعض الصحابة بيروي عنه، دي أيضا مزية وفضيلة، وهذه ليست يعني لكثير من التابعين بل لعدد قليل محدود منهم. طيب قال الحاكم 15 طبقة، الأولى من أدرك 10 منهم قيس بن أبي حازم. وقيل إن قيس بن أبي حازم هذا أدرك 10 كلهم، ولم يدرك أحد من التابعين 10 إلا قيس بن أبي حازم، مش واحد من التابعين روى عن 10 المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم. وقيل في قول ضعيف أنه لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، ولكن هذا إيه قول يعني ضعيف. وسعيد بن المسيب وغيرهما قال كأبي عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبي ساسان حسين بن المنذر وأبي وائل وأبي رجاء العطاردي، وهؤلاء 7 كلهم مخضرمون إلا سعيد بن المسيب، يعني أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام إلا سعيد بن المسيب. وغلط في ابن المسيب فإنه ولد في خلافة عمر. عندك كده بالمبني المجهول وغلط. نعم أبي ساسان حضين. وغلط في ابن المسيب، هي تمشي وغلط وتمشي وغلط، فإنه ولد في خلافة عمر فلم يسمع من أبي بكر ولا من عمر على الصحيح. ده كلام مين؟ الحافظ السيوطي. ولكن الأرجح أنه سمع من عمر، وده قاله الإمام أحمد وغيره أنه أثبتوا سماعا له من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم يسمع أيضا أكثر 10، بس يعني سعيد، يعني سعيد بن المسيب لم يسمع أكثر 10. قال ابن الصلاح وقيل لم يصح سماعه من أحد منهم، يعني ولا واحد من 10 غير سعد بن أبي وقاص. يعني قال العراقي كأن ابن الصلاح أخذ هذا من قول قتادة الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه من رواية همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة. وأبو داود الأعمى ده اسمه نفيع ابن الحال، دخل على قتادة وقعد كده شوية معهم
جلس معهم قليلا ثم قام وانصرف. فلما قام وانصرف الناس الجالسين قالوا لقتادة: إن هذا يزعم على أبي داود الأعمى، إن هذا يزعم، اللي هو الرجل اللي خرج ده، يزعم أنه لقي 18 بدريا، يعني من أهل بدر. فقال قتادة، وبعدين كلمة يزعم دي يعني كأنها يعني إيه، بيقولوا ده بيقول كأنهم يكذبونه، ولكنهم يسألون قتادة يعني هذا ممكن؟ فقال قتادة: هذا، أي هذا الرجل، كان سائلا قبل الجارف. الجارف ده كانوا بيوصفوا بيه وباء الطاعون، اللي هو عامل زي الكورونا دلوقتي، كان يعني ايه من شدة ما يحصد من أرواح الناس سموه الجارف، كأنه يجرف الماء أو يجرف التراب، يعني من شدة ما إيه ما يعني ما يلقى الناس منه. فبيقول هذا الرجل كان سائلا قبل الجارف، يعني قبل الطاعون، وباء الطاعون ما يأتي، كان يمشي في الطريق ويسأل الناس. وهذا الطاعون كان سنة 87 من الهجرة، 87. القاضي عياض لما ذكر هذا الأثر عند مسلم قال إن هو الطاعون ده كان سنة 119، ده كلام القاضي عياض. وقتادة نفسه مات سنة 117. طب يعني وكلام القاضي عياض يعني مش مضبوط؟ لا، هو الطاعون ده أتى أكثر من مرة، مرة سنة يعني 68 ومرة 87 ومرة 119 زي ما قال القاضي عياض. لكن الذي يناسب هذه الحادثة هو ما كان في سنة 87، ليس كما قال القاضي عياض إنه سنة 119. ليه؟ لأن قتادة نفسه مات سنة 117، يعني قبل هذا التاريخ. ما ينفعش ان هو ايه لما يقول هذا كان سائلا قبل الجارف، والجارف ده اتى بعد ما قتادة مات، كيف يكون هذا؟ يبقى اذا الطاعون او الجارف الذي كان يقصده قتادة هو ما كان سنة 87. هذا في خلافة عثمان؟ نعم، في خلافة عثمان، لأن الطاعون مشهور في خلافة عمر. هو جاء في خلافة عمر وجاء في خلافة عثمان، جاء أكثر من مرة، يعني المؤرخين عدوا مثلا ما يقرب من 4 مرات جاء فيها الطاعون في هذه الفترة على أزمنة مختلفة. فبيقول هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا، يعني هذا الرجل كان يسأل الناس في الطريق وليس له تعلق بمسألة الرواية مطلقا، يعني الرجل كان بيسأل الناس في الطريق فقط، ولا له علاقة بالرواية ولا بالدراية ولا بأي شيء. فكيف يزعم أنه لقي 18 بدريا؟ ولم يتكلم في هذا قبل. ثم يقول قتادة: فوالله ما حدثنا الحسن، يعني الحسن البصري، عن بدري مشافهة،
يعني لم يقل الحسن أني لقيت فلانا من أهل بدر وأخذت عنه، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص. نعم أثبت أحمد بن حنبل سماعه من عمر اللي هو سماع سعيد يعني. وقال ابن معين رأى عمر وكان صغيرا، يعني كان رأى عمر وعنده ما يقرب من 8 سنوات أو 9 سنوات سعيد بن المسيب، فكان يستطيع أيضا أن هو يعقل ويفهم عن عمر بعض الأشياء. وقال أبو حاتم رآه على المنبر ينعي النعمان بن مقرن. قال العراقي وأما سماعه من عثمان وعلي فإنه ممكن غير ممتنع، يعني إذا أثبتنا سماعه من عمر يبقى سماعه من علي من عثمان وعلي من باب أول. لكن لم أرى في الصحيح التصريح بسماعه منهما. نعم في مسند أحمد من رواية موسى بن وردان سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان يقول وهو يخطب على المنبر كنت أبتاع التمر من بطن الوادي من اليهود، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا اشتريت فاكتم، يعني إيه ما تشتريش كده إيه بالبركة زي ما بيقول، لا يعني إيه بالوزن. الحديث وهو عند ابن ماجة بلفظ عن دون التصريح بالسماع، يعني كأنهم أيضا يشككون في سماع سعيد بن المسيب من من عثمان. وفي المسند أيضا بسند جيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني شعيب أبو شيبة، حطوا كده تحت شعيب ده خط، قال سمعت عطاء الخرساني يقول، حطوا برضو تحت عطاء ده خط، سمعت سعيد بن المسيب يقول رأيت عثمان قاعدا في المقاعد. المقاعد دي قيل انها دكاكين كانت ملك عثمان بن عفان فكان يجلس بجواره، وقيل اماكن كانت في الحرم كان يجلس عليها زوار الحرم، فدعا بطعام ما مسته النار فاكله ثم قام الى الصلاه. هي فدعا بطعام مسته ولا ما مسته؟ ما مسته. فأكله ثم قام إلى الصلاة. الحديث فثبت سماعه من عثمان والله أعلم. طبعا هو قال في الأول وفي المسند بسند جيد. طيب احنا قلنا نحط الخط تحت شعيب وتحت عطاء. رواية شعيب عن عطاء الخرساني ضعفها العلماء، وبعضهم ضعف شعيبا مطلقا زي الدارقطني، وابن حبان قال عن شعيب هذا يعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخرساني، يعني حتى لو هنعتبر حديثه نعتبره إلا في روايته عن عطاء،
وهذا الحديث من رواية شعيب عن عطاء. فكيف يكون بسند جيد؟ لا، يبقى الإسناد أيضا فيه ضعف. يبقى لو هنثبت سماع سعيد بن المسيب لعثمان بهذا الإسناد، لا يبقى إيه؟ ما ينفعش. طيب، لكن هو وارد إنه يسمع منه؟ آه وارد، إذا كنا أثبتنا قلنا سماعه من مين؟ من عمر، يبقى مش هنثبت سماعه من عثمان. طيب، وأما قيس، قيس من؟ ابن أبي حازم، فسمعهم وروى عنهم ولم يشاركه في هذا أحد، يعني لا يوجد أحد في التابعين سمع العشر المبشرين بالجنة إلا قيس بن أبي حازم. وقيل لم يسمع من إيه؟ لم يسمع عبد الرحمن بن عوف، لكن هذا رأي فيه إيه؟ نظر. قاله أبو داود. طيب، ويليهم أي يلي الطبقة الأولى، الحافظ السيوطي بيقول كده، ويليهم أي الطبقة الأولى طبعا هذا كلام الإمام النووي، اختصر كلام الحافظ ابن الصلاح. فيليهم دي يا ترى هو يقصد بيها الطبقة الأولى زي ما قال الحافظ السيوطي، ولا يقصد ويلي الخمسة عشرة طبقة الذين ذكرهم الحاكم؟ السيوطي بيقول إنه يقصد الطبقة الأولى اللي هم إيه؟ سمعوا من العشر. وفي يعني وجهة نظر الفقير إلى الله إن الصلاح والإمام النووي ما يقصدوش هذا، يقصدوا الخمس عشرة طبقة الذين ذكرهم الحاكم. ليه؟ لماذا؟ لأنه بيقول ويليهم الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أولاد الصحابة. الكلام ده ذكره الحاكم في أين؟ معرفة علوم الحديث. لما تيجي تبص في معرفة علوم الحديث للحاكم تجد أنه بعد ما ذكر الخمس عشرة طبقة، وطبعا ما ذكرهمش بالتفصيل، هو قال ان في خمسة عشر طبقة من التابعين، ذكر اول ثلاث طبقات واخر طبقة من الخمستاشر، ثم ذكر بعد ذلك الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحاكم بعد انتهى من الخمسة عشر طبقة قال ايه؟ ان في جماعة ولدوا للصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وهنشوف الكلام ده هيجي معانا ازاي. كعبد الله بن ابي طلحة وابي امامة سعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني، هي سهل بن سعد بن حنيف ولا حنيف؟ حنيف. هكذا قاله ابن الصلاح. انظر بقى الكلام ايه الحافظ البلقيني الآتي،
وقال البلقيني: هذا كلام لا يستقيم لا معنى ولا نقلا. هذا الكلام لا يستقيم لا معنى ولا نقلا. يقصد كلام مين؟ كلام ابن الصلاح والنووي. أما المعنى فكيف يجعل من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلي من ولد بعده؟ والصواب أن يجعل أو يجعل هذا مقدما وتلك الطبقة تلي. يبقى البلقيني فهم أيضا إن ابن الصلاح لما قال ويليهم يقصد أنه يلي الطبقة الأولى زي ما فهم السيوطي، بينما مقصد ابن الصلاح مش كده. زي ما قلنا مقصد ابن الصلاح إن بعد 15 طبقة اللي ذكرهم الحاكم يأتي هؤلاء الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل الحاكم بالضبط. هو ده اللي فعله الحاكم وابن الصلاح مشي عليه. يبقى إذن لما ابن الصلاح والنووي يقولوا ويليهم يبقى يلي إيه؟ مش الطبقة الأولى، يلي 15 طبقة الذين ذكرهم الحاكم. وقلنا حتى ايه، طب هيقول واحد هيقول طيب ما هو هنا ابن الصلاح ذكر الطبقه الاولى فقط، يبقى ايه الكلام اللي جاي بعديه هو اللي بعد الطبقه الاولى. طب ما هو الحاكم نفسه ما ذكرش ال 15 طبقه، لم يذكر ال 15 طبقه، ده هو ذكر اول ثلاثه واخر طبقه فقط. فهو الحاكم نفسه أيضا فعل هذا. فابن الصلاح اختصر الموضوع أكثر واقتصر على الطبقة الأولى وقال إن الحاكم جعلهم 15 طبقة. يبقى الطبقة التي تلي بقى 15 إيه؟ الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ لو فهمناها على هذا المعنى يستقيم كلام ابن الصلاح والإمام النووي. واضح؟ وإيه؟ وساعتها لن يتأتى هذا الاعتراض للحافظ البلقيني، ومش هيتأتى أيضا إيه الاعتراض ده لو إيه الحافظ السيوطي فهم هذا الفهم. وأما النقل فلم يذكر الحاكم ذلك، طبعا وفعلا الحاكم لم يذكر هذا، ولكنه عد المخضرمين ثم قال. طبعا هذه العبارة فيها خطأ في بعض النسخ، ولكنه عد المخضرمين ثم قال، في بعض النسخ عند المخضرمين، صح؟ طيب عدلوها بقى. ثم قال: ومن التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمعوا منه. يعني إذن الحاكم لم يذكر هؤلاء بعد الخمس عشرة طبقة الذين ذكرهم، بل ذكر أيضا المخضرمين ثم ذكر الإيه هؤلاء الذين ولدوا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يستحيل إن ابن الصلاح والنووي يقصدوا إن ويليهم أيال الطبقة الأولى. واضحة النقطة دي؟ فذكر أبا أمامة ومحمد بن أبي بكر بن الصديق، محمد بن أبي بكر الصديق ونحوهما،
ولم يذكر عبد الله ابن أبي طلحة ولا أبا إدريس. ثم إن الحاكم لما ذكر الطبقة الأولى قال: والطبقة الثانية الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وغيره، والطبقة الثالثة الشعبي وشريح بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأقرانه. ثم قال: وهم 15 طبقة، يعني هو ذكر الثلاثة الأول ثم قال وهم 15 طبقة، آخرهم، يعني هو إيه، قفز من الثالثة إلى الأخيرة، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصر، وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، والسائب بن يزيد من أهل المدينة، وعبد الله بن الحارث بن جزء بن جزء من أهل مين بقى؟ لا، من أهل مصر. هذا الخطأ للأسف موجود في كل نسخ تدريب الرب، بما فيهم نسخة الشيخ عوض. يبقى إيه؟ عبد الله بن الحارث بن جزء من أهل مين؟ أهل مصر. وإحنا حتى في المرة السابقة ذكرنا إن عبد الله بن الحارث بن جزء هذا موجود مدفون في مصر في مدينة المحلة الكبرى، في مدينة يقال لها صفت تراب. فحتى لما تراجع كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث تلاقيه بيقول إيه؟ وعبد الله بن الحارث بن جزء من أهل مصر، أهل الحجاز. وأبا أمامة الباهلي من أهل الشام. انتهى، يعني ده كلام الإمام الحاكم. فلم يعد من الطبقات سوى الثلاث الأول أو الأولى والأخيرة. وابن الصلاح والنووي عملوا كده أيضا، فعلوا هذا، ولكنهم ذكروا الطبقة الأولى فقط. طيب، وأما أولاد الصحابة فلم يذكرهم إلا بعد المخضرمين، فقدمه ابن الصلاح والمصنف هنا، فحصل فيه وهم وإلباس. هو إيه؟ لا، ليس فيه وهم ولا إلباس، لأن هو ابن الصلاح فعل مثل ما فعل الحاكم بالضبط، ولكن غاية ما هنالك إن الحاكم ذكر ثلاث طبقات، ابن الصلاح ذكر طبقة واحدة وخلاص. في الحالة دي هو سار مثل ما سار الحاكم. طيب، طبعا هو بعد كده هيتكلم عن المخضرمين. طب قبل ما ننتقل للمخضرمين، في نقطتين. النقطة الأولى إن بعض العلماء كانوا بيتكلموا عن أفضل التابعين، وهذه لم تذكر هنا يعني، فبعضهم يفضل سعيد بن المسيب، يقول هذا أفضل التابعين، وهذا مذهب أهل المدينة، إن سعيد بن المسيب كان يعيش في المدينة، فقالوا إن سعيد بن المسيب أفضل التابعين، وبعضهم حمل الأفضلية على الأفضلية في العلم زي ما قلت، إن هو أفضل التابعين علما وليس في الخيرية والمنزلة عند الله. فسعيد بن المسيب أفضلهم من ناحية العلم. أهل البصرة قالوا لا، ده الحسن البصري هو أفضل التابعين.
جه أهل مكة قالوا لا، ده عطاء ابن أبي رباح هو أفضل التابعين. أهل الكوفة قال لك علقمة والأسود نخعيين هما أفضل التابعين. وأيضا ذكر أهل الكوفة أن أويس القرني هو أفضل التابعين، وهو الأرجح لأن ده في نص في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، ده حديث صحيح. لذلك سيدنا عمر كان لما يعني يأتي الحجيج يقعد يسأل عليه يقول له أفيكم أويس القرني؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فيبقى إذا كل واحد كان إيه يقول بأفضلية واحد من التابعين بناء على ظنه واجتهاده. طيب الأمر الثاني إن في بعض التابعين لقوا بعض الصحابة يبقوا إيه تابعين، إحنا قلنا اللي التقى بالصحابي ده يبقى تابعي، ومع ذلك عدهم العلماء من أتباع التابعين. مثل من؟ زي أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان، مثل هشام بن عروة، مثل موسى بن عقبة. هؤلاء رأوا عبد الله بن عمر ورأوا أنس بن مالك، ومع ذلك تجد كثير من العلماء يعدونهم في أتباع التابعين. لماذا؟ لأن جل وأعظم يعني معظم رواياتهم عن التابعين وليس عن الصحابة. أكثر روايات ابن دكوان وهشام بن عروة وموسى بن عقبة وغيرهم كانت عن التابعين وليست عن الصحابة، فلذلك كان يعدهم كثير من العلماء من أتباع التابعين وليسوا من التابعين. واضح؟ فهذه أيضا إيه نقطة. نكمل ولا زهقتوا؟ نكمل؟ طيب. ومن التابعين المخضرمون، واحدهم مخضرم بفتح الراء، وقيل بالكسر أيضا، يعني إيه قيل مخضرم ومخضرم يعني بالفتح والكسر. وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم ولم يره ولا صحبة له. فده تعريف المخضرم. فبيقول هو الذي أدرك الجاهلية. طب يا ترى هل هو يقصد بالجاهلية ما قبل البعثة، ولا يقصد بها ما قبل البعثة وقبل فتح مكة؟ أقوال، لكن الأرجح الثاني أنه إيه المقصود بها ما قبل البعثة أو ما قبل الهجرة أو ما قبل فتح مكة. فدول اسمهم إيه المخضرمين، بس من حيث اصطلاح المحدثين، لأن أيضا عند الشعراء من يسمى بالمخضرمين أيضا اللي هم أدركوا الجاهلية والإسلام. فالشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام يسمى أيضا مخضرم. ها
هذا مصطلح أهل الحديث فيه، لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيهما هو، متردد بين طبقتين، هل هو يا ترى من طبقة الصحابة لأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من طبقة التابعين لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متردد بين هاتين الطبقتين، طبقة الصحابة وطبقة التابعين. من قولهم كده على طول ولا في حاجة ساقطة؟ لا يدرى من أيهما هو، من قولهم صحيح كده؟ من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر هو أو أنثى كما في المحكم والصحاح، المحكم لابن سيدة والصحاح للجوهري، وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر، حكاه ابن الأعرابي. يبقى ايه لما نقول مخضرم؟ لانه ايه؟ متردد بين شيئين، شيئين، فزي الايه اللحم او الطعام اللي بيتردد ما بين ايه شيء وشيء اخر. وقيل من الخضرمة بمعنى القطع، من خضرموا آذان الإبل قطعوها، لأنه قطع عن الصحابة وإن عاصر لعدم الرؤية، يعني وإن عاصر زمن النبوة لكنه إيه لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو من قولهم رجل مخضرم ناقص الحسب، وقيل ليس بكريم النسب، وقيل دعي، وقيل لا يعرف أبواه، وقيل ولدته السراري. وقيل أيضا أنه من لم يحج اسمه مخضر لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع إمكانه. يعني إيه التعريفات الأخيرة دي كلها فيها انتقاص، فيها نقص من إيه من الإنسان، فقالوا يبقى المخضر ده برضو جاي من هذا النقص. ليه؟ لأنه كان موجود في زمن النبوة ومع ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف هذا تكون في زمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تره؟ يعني ده يبقى أنت مقصر بقى. فهذا تقصير ونقص في حقك. وسواء أدرك في الجاهلية نصف عمره أم لا، والمراد بإدراكها أي بإدراك الجاهلية، قال المصنف في شرح مسلم ما قبل البعث، قال العراقي وفيه نظر، والظاهر إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة، فإن العرب بعده بادروا إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية، وخطب صلى الله عليه وآله وسلم في الفتح بإبطال أمرها أي بإبطال أمر الجاهلية. وقد ذكر مسلم في المخضرمين يسير بن عمرو، في بعض النسخ مكتوبة بشير، لا صلحها يسير، يا سين يا راء. وقد ذكر مسلم في المخضرمين يسير بن عمرو، وإنما ولد بعد الهجرة. طبعا يسير بن عمرو ده له رؤية، يعني قيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين.
أما المخضرم في اصطلاح أهل اللغة فهو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام، سواء أدرك الصحابة أم لا، فبين الاصطلاحين عموم وخصوص من وجه. يعني بين الاصطلاح اللغوي وبين اصطلاح أهل الحديث عموم وخصوص من وجه. فحكيم بن حزام مخضرم باصطلاح أهل اللغة. ليه؟ لأنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ومثله حسان بن ثابت رضي الله عنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. فحكيم بن حزام مخضرم باصطلاح اللغة لا الحديث، ويسير بن عمرو مخضرم باصطلاح الحديث لا اللغة. هذه العبارة ساقطة في بعض النسخ أيضا. ماشي. لأن يسير بن عمرو احنا قلنا ايه؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان عنده 10 سنين، يبقى ايه؟ أدرك قومه على الكفر قبل فتح ايه؟ مكة، على كلام الحافظ العراقي. يبقى ده مخضرم بايه؟ باصطلاح أهل الحديث وليس باصطلاح أهل اللغة. وحكى بعض أهل اللغة مخضرم بالكسر، وحكى ابن خلكان محضرم بالحاء المهملة، محضرم بالحاء المهملة والكسر أيضا. وحكى العسكري في الأوائل أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام، يعني لم تكن موجودة قبل ذلك، وسميت بأسماء كانت في الجاهلية لمعان أخرى. ثم ذكر أن أصله من خضرمت الغلام إذا ختمته، جاي من القطع برضو، والأذن إذا قطعت طرفها، فكأن زمان الجاهلية قطع عليه، أو من الإبل المخضرمة وهي التي نتجت من العراب واليمانية، يعني فيها إيه؟ خلط، لا هي عربية ولا هي إيه؟ يمانية. قال: وهذا أعجب القولين إلي. وعدهم مسلم بن الحجاج فبلغ بهم 20 نفسا، وهم أبو عمر وسعد بن إياس الشيباني وسويد بن غفلة وشريح بن هاني وبشير بن عمرو ويسير بن عمرو بن جابر. وعمرو بن ميمون الأزدي والأسود بن يزيد النخعي والأسود بن هلال المحاربي والمعرور بن سويد وعبد خير بن يزيد الخيواني وشبيل ابن عوف الأحمسي ومسعود بن حراش أخو ربعي ومالك بن عمير وأبو عثمان النهدي وأبو رجاء العطاردي وغنيم بن قيس وأبو رافع الصائغ وأبو الحلال العتكي. الحلال بالحق. واسمه ربيعة بن زرارة وخالد بن عمير العدوي وثمامة بن حزن القشيري وجبير بن نفير الحضرمي، وهم أكثر من ذلك. وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم عبد الله بن ثوب بوزن عمر الخولاني والأحنف، واسمه الضحاك بن قيس، وعبد الله بن عكيم وعمر بن عبد الله بن الأصم وأبو أمية الشعباني.
شعباني، وأسلم مولى عمر وأويس القرني وأوساط البجلي وجبير بن الحارث وجابر اليماني وشريح بن الحارث القاضي وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وعبد الرحمن بن غن وعبد الرحمن بن يرجوع وعبيدة بن عمرو السلماني. عبيدة بقى يا عبيدة، عبيدة وعبيدة بن عمرو السلماني وعلقمة بن قيس بن أبي حازم وكعب الأحبار ومر بن شراحيل ومسروق بن الأجدع وأبو صالح الأرماري، قيل وأبو عتبة الخولاني. هذا ما ذكره العراقي. مش أبو صالح، أبو فالج. أين؟ بعد أوسط البجلي وجبير بن الحويرث. أوسط البجلي وجبير بن إيه؟ الحويرث. تمام. هذا ما ذكره العراقي، ومنهم من لم يذكره، الأحنف بن قيس الأسدي والأجدع بن مالك الهمداني والد مسروق وأبو رهم أحزاب ابن أسيد السمعي وأرطاه ابن سهية وهي أمه وأبوه زفر ابن عبد الله الغطفاني المزني وأرطاه بن كعب الفزاري في خلائق آخرين ذكرهم شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب الإصابة، وأرجو أن أفردهم في مؤلف إن شاء الله تعالى. ممن صنف فيهم وأفردهم بالتأليف حافظ البرهان الحلبي في جزء سماه تذكرة الطالب المعلم في من يقال إنه مخضرم، ولم أرى هذا الكتاب إلى الآن، لم أرى مطبوعا. الله تعالى أعلى وأعلم. البرهان الحلبي. ومنهم من لم يذكره الأبار الأبار بن قيس آخرها راء الأباء. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. تمام. حد عنده سؤال؟ اتفضل. اليوم درسنا في معرفة التابعين هو محمد بن أبي بكر الصديق ونحوهما، وفي الأسبوع الماضي درسنا ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم غالبون فيه، وإلا أبو عدي محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي وحاف. هل المراد واحد؟ وهنا يقول إيه؟ ومن التابعين بعض المخضرمين غضبة ولدوا في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، ذكر أبا أمامة ومحمد بن أبي بكر الصديق.
فذكر أبا أمامة ومحمد ابن أبي بكر الصديق. تمام. هل هو من التابعين أو أم من الصحابة؟ لأن درسنا في الوقت الماضي والأربعة أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم متواردون فيه أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة ابن أبي بكر. طيب هذا محمد بن أبي بكر ده عمه، يعني هذا محمد بن أبي بكر سيدنا أبو بكر أبوه، لكن الأولاني ده سيدنا أبو بكر جده. واضح؟ أين؟ وعنده أيضا في الحافظ أبو الولي، وعنده في يحيى بن أبي كثير بعد مقالة الليل. نعم. هذا الليلي أو الليلي أبو لا الليلي. عنده سؤال آخر؟ ما المراد كما في المحكم والصحاح؟ كتابين في اللغة، المحكم لابن سيدة والصحاح للجوهري. والصحاح هذا اختصره الإمام الرازي، بس مش بالرازي المعروف، في كتاب مختار الصحاح. نعم. وهل أفرد السيوطي بمؤلف المفرد؟ لا، فيما أعلم. Thank you.